شيوي باي يا جماعه شيوي طول ما انت حاطط الاكل في بقك عمال تمضغه تمضغه ببساطه خالص يعني بتقطع فيه بتقطع ايه فيه بعد كده بينزل للاستومك في الاستومك في الاستومك عندك الجاستريك كونتراكشن عماله تعصر في الاكل وتقطع فيه بعد كده هينزل الانتستين عندك الفستاتيك موفمنت بتاعت الانتستين اللي عماله تعصر وتقطع في الاكل مش كده وبس ده عند الكيميكال ايمالسيفاير اللي اهمها البايو سورس اللي عامله زي الصابون بالظبط تفتت الدهون تفتت ايه يا جماعه؟ الدهون البايو سورس عندي كمان اللايزو فوسفوليبيد نواتج هضم الفوسفوليبيد نواتج هضم ايه؟ الفوسفوليبيد يبقى تاني عندي ثلاث انواع من الدهون هفضلهم اول نوع اسمه ايه؟ ترايجلسايد الهضم بتاعه هيتم في مرحلتين المرحله الاولى اسمها ايه؟ يعني ايه مالسيفيكيشن؟ بريك داون اوف لارج فات جلوبيول انتو سمول وان هيتم ازاي؟ ها ان ذا ماوس بوي شيوينج in the stomach boy gastric contraction gastric peristaltic in intestine boy intestinal peristalsis bile salts and lysophosphate lyso ايه؟ phosphate دي مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده لغايه دلوقتي؟ يبقى الترايجلوسايد دلوقتي وصلت الانتستين واتقطعت واتفتتت ها جاهزه دلوقتي ان احنا نعمل لها انزيماتيك هيدروليسيس انزيماتيك ايه؟ تتوقع الانزيمات اللي تعمل هايدروليس للليبيد يبقى اسمها ايه؟ لايبيز يبقى الانزيمات اللي بتضرب الليبيد اسمها ايه؟ لايبيز لايبيز انزيم There are several types of GIT lipase. عند عدة أنواع من اللايبيز اللي بتطلع من الجي اي تي. According to its origin. طبقا لمصدرها لو هتطلع من الطن هسميها لينجوال لايبيز ولو هتطلع من الاستومك هسميه جاستريك لايبيز ولو من الانتستين هيبقى اسمها انتستاينال لايبيز ولو من البنكرياس يبقى اسمه بنكرياتيك لايبيز Which is the most active بنكرياتيك لايبيز The most active is وده سؤال في الـ MCQ ده سؤال فين؟ في الـ MCQ صح كلام؟ يبقى الانزيمز اللي هتعمل هيدروليس الليبيد اسمها ايه؟ lipases and several types of lipases according to their origin. هم ايه الانواع بقى؟ lingual lipase, gastric lipase, pancreatic lipase and intestinal lipase. The most active is pancreatic lipase. The most active is a pancreatic lipase. ناخدهم واحد واحد بقى. اول واحد lingual lipase تتوقع يطلع منين؟ من الطعم على سبيل التحديد من الدورسال سيرفس اوف ذا طعم الدورسال سيرفس اوف ذا طعم بيطلع من نوع من الخلايا نوع من الجلان اسمه بون اف نوت جلان بون اف نوت جلان بينه وبينكم تافه انسيجنيفيكانت ملوش اهميه في الهيومن كومبيرد تو رات اور ماس ما بيشتغلش في الانسان بيشتغل قوي في الفيران انما ملوش اهميه في الانسان بعد الذكرى حديث البطل يبقى تاني يا جماعه اللينجوال لايبيز مش مهم اللينجوال لايبيز مش مهم بس يهمني بس تكه صغيره كده ان الليبيد دايجيشن ممكن يبدا من الماوس زي الكربوهيدرات دايجيشن ممكن يبدا منين؟ من الماوس لان في من ضمن اللايبيزز عند اللينجوال لايبيز ما ننساهوش اللينجوال ايه؟ زي ما عند السليبري امايبيز زي ما عند السليفري امايلز صح؟ وان كان ملوش اهميه في الليفر وان كان ملوش ايه؟ اهميه في الليفر طب مختصر؟ يا بقى it is of not much significant in the human compared to mouse or rat. التاني اسمه ايه؟ gastric lipase ده. gastric lipase ده بيطلع من الاستوب ده بيطلع من الاستوب خلي بالكوا بقى الاوبتيمم بي اتش بتاعته من 3 ل 6 بيشتغل عليه خلي بالك بيشتغل على الشور اند ميديوم شين انساتيوريتد فاتي اسيد. يبقى الجاستريك لايبيز بيشتغل على ايه؟ الفاتي اسيد القصير او الميديوم شين المتوسط اللي فيه دبل بول اللي فيه يا جماعه؟ يبقى لا شورت شين لا فيه دبل بول. ما يقدرش يشتغل على اللونج شين ساتيوريتد فاتي اسيد. ما يقدرش يشتغل على اللونج شين ايه؟ ساتيوريتد فاتي اسيد. صح كلام؟ يقطعه ويشيل
وبالتالي حولت ترايبل سلايد الى شورت تشين او ميديم تشين فري فاتي اسيد ان ها بدل ما كان عندي ثلاثه فاتي اسيد او كام؟ اثنين شابكين مع الجلسترول يبقى اسمهم دايجل سلايد. الاثنين دول شابكين في الكربونة واحد واثنين يبقى اسمهم واحد اثنين دايجل سلايد. واحد اثنين دايجل سلايد. سأل بصة بس هذه اللحظة. يبقى تاني انا قلت معلومتين او ثلاث معلومات دلوقتي على الجاستريك لايجلز. حد خد باله من الثلاث معلومات؟ المعلومة الأولانية بتطلع منين؟ من الاستومر. المعلومة الثانية الأوبتيمم ريتش بتاعها كام؟ ثلاثة لستة. المعلومة الثالثة بيشتغل على ايه؟ على الشورت تشين والميديم سايز انساتيوريتد فاتي اسيد. انساتيوريتد ايه؟ فاتي اسيد. بيطلع لي شورت تشين او ميديم تشين انساتيوريتد فري فاتي اسيد اند واحد اثنين داي تيرسر. يبقى بدل ترايجل سايد طلع لي داي تيرسر. داي ايه؟ تيرسر. سبب بسط؟ قال لك خلي بالك بقى. صادفنا الجاستر بلايبيز ده هو significant almost physiological significant almost in human infant in human ايه؟ في الاطفال الصغيرين وبس. وسؤالي ليه؟ ليه الجاس بلايبيز ما بيشتغلش غير في العيال الصغننه؟ ما بيشتغلش في الكبار. حازم يا رجاله عشان ايه؟ ملك 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 ما بايه؟ دايما نفسنا قصير. حرب من قلب هدفك يا اختها. يلا اشمعنى؟ اشمعنى سياسه الرئيس؟ خلي بالكم كل المعلومات اللي احنا عايزينها عشان نجاوب السؤال ده انا قلتها بس محتاجين نفكر عشان نستخلص المعلومه. قول البي اتش البي اتش ده الاوبتيمم بيتش بتاع كام؟ 3 في 6 حضرتك عارفين لو انا جبت اس بي اتش بتاعتي دلوقتي في الاستمر هتلاقي البيتش بتاعت الاستمر بتاعتي من 1 2 انسبتبل تو ذا اكشن جاستريك لايبيز. انما البي اتش بتاع الانفانت استمر خدتوها السنه اللي فاتت 5 5 سوتبل للاكشن بتاع الجاستريك لايبيز ولا لا؟ يبقى دي اول حاجه البي اتش ايه؟ 0. النقطه الثانيه الهيومن انفانت دولت فيهم وات؟ الملك. والملك اللي يبقى ريتش ان شورت تشين اند انساتيوريتد فاتي اسيد اللي هم السبستريت بتوع الجاستريك لايبيز. وبالتالي ده يؤكد ان الجاستريك لايبيز يبقى اكتف في الهيومن انفر. يبقى اكتف في الهيومن انفر بسبب حاجتين سوتابل بي اتش. النقطه الثانيه ان الملك ليفل له خاصيتين. اول حاجه قول لي مالسيفاي مستحدث جاهز سائل الدهون اللي فيه صغيره الدهون اللي فيه صغيره سهله القطع. النقطه الثانيه انه ريتش ان اهو شورت تشين اند انساتيوريتد فاتي اسيد. شورت تشين اند انساتيوريتد فاتي اسيد صح كلامك. خلي بالك اسئله الامتحان بتاعتنا اخر السنه الترا شورت كويشن اسئله ذات اجابات قصيره للغايه كلمه كلمتين وهتجاوبوا في نفس الورقه زي الحاله السيولوجي بتاع السنه اللي فاتت كده. لا بس بتوعنا سهلين مش هو الشكل بس انما المضمون هيبقى من نفس المضمونات بتاعتنا اسئله قصيره خالص حاجات بسيطه مع كده انما هنبقى تارجتد للهدف تارجتد للهدف معايا. يعني ممكن الاجابه بتاعتك حاجه زي كده هواي هواي جاستريك لايبيز سيجنيفيكانت ان هيومن هيلث واسيب لك سطرين واسيب لك سطرين يجاوبهم بالظبط. طب الحاجه الثانيه قال لي significant كمان في الأضل بس في الأضل أفضل ميل أونلي. يبقى ممكن يشتغل كمان في الناس الكبار بس بعد الأكل إيه؟ مباشرة. إيش معنى؟ قالوا لنا ما هم قالوا لنا الرجالة بتوع الفيزيولوجي إن البي اتش دلوقتي بتاعت الاستمر بتاعتك ها؟ واحد من اتنين بس لو حضرتك أكلت البي اتش بتزيد لحوالي أربعة مش عارف كده؟ البي اتش بتزيد لحوالي كام؟ وبالتالي هتبقى سوتابل للجاستريك لايبيز صح؟ لما تعلى الأربعة تبدا السمك تطلع اتش سي ال تاني عشان تقللها مظبوط كلام؟ ان الفتره دي على ما تقل يقوم الجاست الطيبيز يشتغل فور شورت بيرن يشتغل على بعض الليفل اللي موجود في الاكل اللي انت اكلته صح كلام؟
عشان كده الجاز سبلاي ليز سيجنيفيكانت ان هيومن امباكت بسبب حاجتين: سيتابل بي اتش اند ميلك ليفلز ار ويل ايمالسيفايد اند ريتش ان شورتي تشين ان انساتيوريتد فاتي اسيد. النقطه الثانيه: ان اذر افتر ميل اونلي due to buffering of gastric HCL by dietary protein. Buffering of gastric HCL by dietary protein بسبب معادلة ال HCL اللي موجود في الاستومك بالبروتين اللي انت بتاخده في الاكل، بالبروتين اللي انت بتاخده في ايه؟ سال جاستريك لايبيز. الانزيم اللي بعد كده اقوى انزيم على الاطلاق هو البنكرياتيك لايبيز. نحل بالنا بيطلع من البنكرياس زي ما اسمه بيقول، بس بيشتغل في اليومن اوف ذا ديودينا، بيشتغل في الانتستين، بيطلع في صوره ان اكتف زي كل البنكرياتيك انزايم، بيطلع في صوره ان اكتف وبيبقى اكتيفيتد باي، مهم جدا، بروتين اسمه كولايبيز سكريتد ان ذا بنكرياتيك جوس. البايل سورس اللي بتيجي من الليفر، الفوسفولايبيز اي 2 الانزيم اللي بيهضم الفوسفوليبيد اللي بيجي من البنكرياس، والكالسيوم ايون. بيقول لك ان الكالسيوم ايون هو بيشتغل عن طريق انه بينشط الفوسفولايبيز اي 2 يبقى تاني البنكرياتيك لايبيز بيطلع منين؟ من البنكرياس، بس بيطلع في صوره ان اكتف. ويقول لك ايه هم الاكتيفيتور بتاع البنكرياتيك لايبيز؟ اربع حاجات. ها، اول واحد كولايبيز بروتين سيكريتد ان بنكرياتيك جوس. ها، بايل سورس فوسفولايبيز اي 2 ان كالسيوم ايون. عند يا جماعه كالسيوم، والكالسيوم ايون بيشتغل عن طريق ينشط الفوسفولايبيز اي 2 تاني معلومه عن صديقنا البنكرياتيك لايبيز، ان انا بوصفه ان اسمه الفا لايبيز. بوصفه ان اسمه ايه؟ يعني ايه الفا لايبيز يا رجاله؟ عايز حد يذاكر؟ الفا لايبيز يعني ايه؟ يعني هيكسر الالفا استربول. يعني ايه الالفا استربول؟ يعني هيكسر الاستربول اللي على الطرف، اللي فوق قوي، اللي تحت، اللي عندي واحد او اللي عندي ثلاثه، اللي على الطرف، اللي عند الالفا كارب. يبقى يكسر لي الفاتي اسيد اللي فوق قوي، اللي تحت، اللي هنا قوي، اللي هنا. يقوم مطلع لي اثنين فري فاتي اسيد ويتبقى لي الفاتي اسيد اللي في النص، ويتبقى لي الفاتي اسيد اللي فين؟ اللي في النص. وبالتالي بدل ما كان عندي ترايب جلسترايد يبقى عندي مونو جلسترايد. طب الفاتي اسيد ده شابك في الكربون الفا ولا بيتا؟ عشان كده بيطلع لي بيتا مونو جلسترايد اند اثنين فري فاتي اسيد اند اثنين اهو. كان عندي تراي جلسترايد دلوقتي يا شباب، شال الفاتي اسيد اللي فوق واللي تحت اهو، طلع في صوره فري، ويتبقى لي الفاتي اسيد اللي في النص اللي انا بسميه بيتا مونو جلسترايد، بيتا مونو جلسترايد. سهل القصه لغايه هذه اللحظه؟ يبقى تاني صديقنا البنكرياتيك لايبيز از الفا لايبيز هيدرولايزز ذا تو فاتي اسيد اند ذا تو الفا كاربون اوف ذا تراي جلسترايد producing beta monoglycide and the two free fatty acids طب عشان اكمل الدايجيشن لازم الفاتي اسيد اللي عند الكربون بيتا ده يروح للكربون الفا عشان اقدر اشيله. قالك عادي عندي انزيم اسمه ايه؟ ايزوماريز. يقوم ناقل الفاتي اسيد من الكربون بيتا للكربون الفا. To complete digestion the fatty acid at the beta carbon is transferred to the alpha carbon, converting the beta monoglyceride into alpha monoglyceride by isomerase enzyme. This alpha monoglyceride is further hydrolyzed by pancreatic lipase into glycerol and the free fatty acid. صح كلام؟ يبقى تاني يا رجاله اللي حصل، سيادتك اكلت ترايجلسترايد على طول بالبنكرياتيك لايبيز، شلنا اللي فوق واللي تحت وبقى اللي في النص، طلع لي اثنين فري فاتي اسيد وبيتا مونوجلسترايد. عشان اكمل جالي الانزيم اللي اسمه ايه؟ ايزوماريز. نقل الفاتي اسيد اللي في النص للطرف، قام عاطيني الفا مونوجلسترايد. بقى على الطرف قام البنكرياتيك لايبيز على طول قصه. قام طلع لي الجلسترول لوحده والفري فاتي اسيد لوحده، والفري فاتي اسيد ايه؟ لوحده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ قال لك لا.
امتنع له لا في مشكله في مشكله المشكله هل هتبقى اللي سبقنا البنكرياتيك لايبيز از فيري فيري اكتف انزايتي انزيم في غايه النشاط هيشتغل على 100% من الترايجلسايد يحولهم ل 100% من البيتا مونوجلسايد نشيط جدا يشتغل على كل الترايجلسايد حضرتك كله يحولها لبيتا مونوجلسايد مفيش حاجه تقف قصاده انما سبقنا الايزوماريز اهو از فيري سلو انزايم انزيم بطيء للغايه انزيم ايه؟ ما يقدرش يشتغل على اكثر من 28% من البيتا مونوجلسايد يحولهم الى الفا مونوجلسايد اشتغل على كده يا جماعه 28 وبس وبقيت ال 72% يفضلوا في صوره بيتا مونوجلسايد ويمتصوا جوه الانتستاينال سيلز في صوره بيتا مونوجلسايد بيتا مونو ايه؟ جلسايد تاني يا شباب الايزوموريز بيشتغل على كام؟ 28% وبس اقل من الثلث اقل من ايه؟ من الثلث انما معظم الترايجلسايد بتمتص بصوره ايه؟ بيتا مونوجلسايد 72% من الترايجلسايد اللي سيادتك بتاكلها في الاكل هتمتص بصوره ايه؟ ها؟ بيتا مونوجلسايد بيتا مونو ايه؟ جلسايد و 28% بس هيتحولوا الى الفا مونوجلسايد ال 28% دول 22% منهم يتحولوا لجلسترول ويبقى كام؟ 6% يمتصوا في صورة ألفا مونوجلسايد، ألفا مونو إيه؟ جلسايد. الستة ألفا مونوجلسايد دول بعد ما يمتصوا يخشوا في الانتستين يحصل لهم كومبليت دايجيشن بعد كده داخل الانتستاينال سيلز بالانتستاينال لايبيز للجلسترول وفاتي أسيد. جلسترول وفاتي أسيد. نشوفها تاني. نركز مع بعض. ده الترايجلسايد اللي سيادتك بتاكلها. عباره عن جليسرول شارك فيه ثلاثه فاتي اسيد. دي الفا ودي بيتا ودي الفا تاني. سبقنا البنكرياتيك لايبيز عباره عن الفا لايبيز. يقص لي الاثنين استر بوند اللي على الطرف اللي فوق واللي تحت. يقوم مطلع لي اثنين فري فاتي اسيد ويتبقى لي فاتي اسيد اللي في النص وبس. يبقى ده اسمه ايه؟ بيتا مونو اسايد جليسرول. بيتا مونو جلسايد بيتا مونو ايه؟ جلسايد عشان اكمل الدايجيشن لازم انقل الفاتي اسيد من النص للطرف احوله من بيتا لايه؟ لالفا اجيب الانزيم اللي اسمه ايه؟ ايزوماريز اهو يقوم ناقله لي ها من الداخل ها للخارج اهو يديني الفا مونو اسايد جلسايد قال لي بس ده بطيء ما يقدرش يشتغل على كل الايه؟ الالفا مونو جلسايد بيشتغل على كام؟ 28% وبس ويتبقى لي كام؟ 72% دول هيمتصوا ويخشوا الانتستاينال سيلز اخضر شكل بعض هيخشوا جوه يا جماعه؟ يبقى كام في المية من الترايجلسايد هتمتص في صورة بيتا مونوجلسايد؟ 72% صح كلام؟ صح نيجي بقى للالفا مونوجلسايد يقوم جاي البنكرياتيك لايبيز يشيل الفاتي اسيد اللي على الطرف ده ويحوله الى جلسترول وفاتي اسيد. بنكرياتيك لايبيز ده يشتغل على كام؟ 22% وبس. يحولوا الى جلسترول يمتصوا في صوره جلسترول. ويتبقى كام في المية؟ 6% يمتص في صوره الفا مونو جلسترايد. الفا مونو ايه؟ جلسترايد. الالفا مونو جلسترايد ده بعد ما يمتصوا جوه الانتستاينال سيلز يحصلوا ايه؟ دايجيشن باي انتستاينال لايبيز عشان كده الانسان لايبيز بيشتغل فيا يا رجاله جوه الانتستاينال سيلز الانسان لايبيز بيشتغل فيا يا رجاله جوه الانتستاينال سيلز هيشتغل على ايه؟ على الالفا مونو جلسترول على الالفا يتحول لجلسترول وفاتي اسيد جلسترول وفاتي اسيد صح كلام؟ لو انا سالتكم سؤال دلوقتي وات ار ذا برودكت اوف دايجيشن اوف ترايجلسايدز ما هي نواتج هضم الترايجلسايد؟ نواتج هضم اللي هي النواتج اللي هتمتص وتخش جوه الانتستاينال سيلز. يلا
نواتج الهضم ايه؟ اول حاجه بيتا مونو اسايل جليسرول 72% والفا مونو اسايل جليسرول 6% بالاضافه للجليسرول 22% ان فريتا دي اسيد. صح كده؟ يبقى نواتج هضم الطيب الانسان يا رجاله الحاجات اللي بالاخضر اللي هتخش جوه الانسان سيلز اللي هتخش جوه الانسان سيلز برودكت اوف دايجيشن اوف ترايت انسايد. هنقول مونو اسايل جليسرول سواء الفا او بيتا جليسرول اند فري فاتي اسيد. جليسرول اند فري فاتي اسيد. مفهوم القصه بقت هذه اللحظه؟ حاجه عامله مشكله؟ نكمل نكمل وبعدين نتكلم في كلام النظري. بعد كده عندي الفوسفوليبيد. ده الفكره بتاع الفوسفوليبيد اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت يا جماعه، ده الفوسفوجلسرايد. كان بيتكون من الجليسرول زي ما خدنا السنه اللي فاتت واثنين فاتي اسيد واحد ساتيوريتد بيبقى عند الكربون الفا والثاني ان ساتيوريتد بيبقى عند الكربون بيتا وفوسفوريك اسيد ونيتروجينس بيس. صح؟ ده الفوسفوجلسرايد. بيتكون ايه يا رجاله؟ جليسرول واثنين فاتي اسيد واحد ساتيوريتد والثاني ان ساتيوريتد زائد فوسفوريك اسيد اند نيتروجينس بيس. خلي بالكوا بقى في الانتستين الفوسفوليبيد هتتخطط بانزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2. فوسفولايبيز اي 2 اللي بيطلع من البنكرياس واللي بيبقى اكتيفيتد بالكالسيوم اللي كان واحد من الاكتيفيتور بتاع البنكرياتيك لايبيز. البنكرياتيك ايه؟ لايبيز. كل اللي بيعمله الفوسفولايبيز اي 2 اللي هيشيل الفاتي اسيد عند الكربونه 2. هيشيل الفاتي اسيد عند الكربونه ايه؟ 2. يطلع لك فيه فاتي اسيد وبيجيك الفوسفوليبيد اللي اسمه لايزو فوسفوليبيد. لو انتوا فاكرين السنه اللي فاتت كنتوا بتاخدوا ليسيسن وكانوا بيقولوا لكم ان السنيك فينم سم التعبان في انزيم اسمه ليسيسينيز اللي كان بيشيل الفاتي اسيد عند الكربون 2 يقوم محول الليسيسين الى لايزو ليسيسن. طب لو انت عندك فوسفوليبيد وشلت الفاتي اسيد اللي عند الكربون 2 يقوم الفوسفوليبيد يتحول الى لايزو فوسفوليبيد. لايزو ايه؟ فوسفوليبيد. ببساطه شديده. يبقى الفوسفوليبيد اللي سيادتك بتاكله في الاكل الخطوه الوحيده اللي هتتم في الانتستين بانزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 بيطلع من البنكرياس هشيل الفاتي اسيد اللي عند الكربونه 2 من اسمه حتى فوسفولايبيز اي 2 يقوم محول الفوسفوليبيد الى لايزو فوسفوليبيد وفاتي اسيد. اللايزو فوسفوليبيد ده يمتص بعد كده جوه الانتستينال سيلز وبعد كده داخل الانتستينال سيلز ممكن يحصل له كومبليت هيدروليسيس بالاذر فوسفولايبيزز ويكسر الفاتي اسيد اللي بعد كده والنيتروجينس بيز والفوسفوريك اسيد مالناش دعوه بيه. انما يهمني الخطوه الوحيده اللي بتتم في الانتستين بتتم باي فوسفولايبيز اي 2 اللي تحول لي الفوسفوليبيد الى لايزو فوسفوليبيد. واللايزو فوسفوليبيد هو اللي ايه؟ اللي يمتص. هو اللي ايه؟ اللي يمتص. سهلة؟ النوع الثالث من الليبيد اللي احنا بناكله اسمه ايه؟ كوليسترول استر. كوليسترول يعني ايه كوليسترول استر؟ قال لك كوليسترول لوحده ده كحول. كوليسترول لوحده ايه يا جماعة؟ كحول. لما تحط عليه فاتي اسيد كحول وحمض يديني استر مال. صح؟ عشان كده الكوليسترول استر عبارة عن كوليسترول ماسك مع فاتي اسيد. مين اللي يفصلهم عن بعض؟ تتوقع الانزيم اللي يكسر الكوليسترول استر يبقى اسمه ايه؟ ها؟ كوليسترول استريز. كوليسترول استريز. يكسر لي الكوليسترول استر يحوله لفري كوليسترول اند فري فاتي اسيد. دول يحصل لهم ابسوربشن. يحصل لهم ايه؟ ابسوربشن. عشان كده لما اسالكم السؤال بقى وات ذا برودكت اوف دايجيشن اوف ليبيد؟ What are the product of digestion of lipids? ايه هي نواتج هضم الدهون؟ ايه الحاجات اللي هتمتص من الدهون؟ صح؟ الحاجات اللي هتيجي من الترايجلسايد ومن الفوسفوليبيد ومن الكوليسترول اللي هم ايه على سبيل التحديد؟ المونوجلسايد سواء الفا او بيتا الجلسترول اللايزو فوسفوليبيد الكوليسترول ان اديشن تو فاتي اسيد. صح؟ وات ار ذا برودكت اوف ليبيد دايجيشن يا رجاله ان جي اي تي؟ مونوجلسايد الفا ال بيتا جلسترول لايزو فوسفوليبيد كوليسترول ان فاتي اسيد. دي نواتج الدايجيشن اللي هيحصل لها ابسوربشن. اللي هيحصل لها ايه؟ ابسوربشن. سهل القصه؟ نكمل.
احنا كنا خدنا لغايه ما وصلنا للبنكرياتيك لايبيز وقلنا ببساطه خالص 6% 6% من الالفا مونوجلوسايد بيحصل لهم ابسوربشن ويخش جوه الانتستاينال سيلز اللي يتم الدايجيشن بتاعهم باي انتستاينال لايبيز. عشان كده الانتستاينال لايبيز اكس اون اكس ويزن ذا انتستاينال ميكوزال سيل اند هايدرولايز ذا ابسورب برايمري الفا مونوجلوسايد فورمين كوليسترول اند فيكاتي اسيد. عشان كده لما احب اسالك سؤال لما اجي اقول لك قول لي بقى 3 او 4 difference between بنكرياتيك اند انستاينال لايبيز. ارجع ورا كده، ارجع جاي مش مشكله خالص، مش مشكله. احنا هتلاقي ده كل المعلومات على فكره عن الانستاينال لايبيز، وبعدين اقول لك كل انا المهم ان انا اعرف ابروتش طريقه التفكير في السؤال اكتر من ان انا امليك اجابه السؤال، لان ممكن السؤال يتغير. بس الفكره ازاي تفكر في السؤال، ازاي تفكر في السؤال. صح اللي انت بتقوليه صح. خلي بالك لما تيجي تفكر في السؤال في انزايم، خاصه لو احنا بنتكلم في ضغطيشن او ابسوربشن او انزايم بتطلع من اماكن مختلفه، اول حاجه تفكر في السايت اوف السيكويشن بتاع ده والسايت اوف السيكويشن بتاع ده. السايت بتاع الاكشن بتاع ده والسايت بتاع الاكشن بتاع ده. الاوبتيمم بي اتش بتاع ده والاوبتيمم بي اتش بتاع ده. السبستريت بتاع ده والسبستريت بتاع ده. البرودكت بتاع ده والبرودكت بتاع ده. ولو عندك حاجه سبيشال ولو عندك حاجه ايه؟ سبيشال. عشان كده لو انا حبيت اقول لك دلوقتي الفرق بين البانكرياتيك لايبيز والانتستاينال لايبيز. اول حاجه البانكرياتيك لايبيز السايت اوف سكريشن بيجي منين؟ من البنكرياس. انما الانتستاينال ستاينال ميكوزال سيلز صح؟ ها يبقى سايت اوف سكريشن مختلف. طب لو قلت السايت اوف اكشن البنكرياتيك لايبيز بيشتغل فين؟ الليومن اوف انتستاين. انما الانتستاينال لايبيز انسايد الانتستاينال سيلز وذن اكس وذن انتستاينال ميكوزال سيلز. الانتستاينال ميكوزال سيلز. النقطة الثالثة بيشتغل على ايه؟ البنكرياتيك لايبيز بيشتغل على الترايد جلسترايد والالفا مونو جلسترايد والالفا مونو جلسترايد. صح كلام؟ انما صديقنا الانتستاينال لايبيز بيشتغل على الالفا مونو جلسترايد فقط اللي حصل لها ابسوربشن. ما يقدرش يشتغل على الترايد جلسترايد لان الترايد جلسترايد ما بتخش الانتستاين. بتخش ليه؟ الانتستاين. البرودكت البنكرياتيك لايبيز بيطلع لك مينلي بيتا مونوجلسايد بيتا مونوجلسايد وممكن يطلع لي جليسترول وفري فاتي اسيد. انما الانتستاينال لايبيز ما بيطلعليش غير جليسترول وفري فاتي اسيد. جليسترول وفري فاتي اسيد. مفهوم الفكره؟ بعد كده الدايجيشن بتاع الفوسفوليبيد قلت ببساطه خالص الفوسفوليبيد كل اللي هيتم فيها في الجي اي بي ان الفوسفوليبيد هتتحول للايزو فوسفوليبيد. واللايزو فوسفوليبيد ده بعد كده بالانتستاينال فوسفولايبيزس ممكن يحصل لها كومبليت هيدرولايسس عشان تتحول لجليسرول وفاتي اسيد ونيتروجينس بيز وفوسفوريك اسيد. هتتحول للايزو فوسفوليبيد بالانزيم اللي اسمه فوسفولايبيز اي 2 اللي بيبقى اكتيفيتد بالتريبسين والكالسيوم ايون. بعد كده الدايجيشن بتاع الكوليسترول استر هيتم بالانزيم اللي اسمه كوليسترول استريت اللي هيتحول الى فري فاتي اسيد اند فري كوليسترول. صح كده؟ بعد كده absorption of lipid. absorption of ايه؟ of lipid. ها اول سؤال هي الاند برودكت اوف lipid digestion. ها كلكم بتبصوا على الصور سريعا وبتبصوا على الصور. الراجل متقل يعني الراجل متقل غالبا في دماغك ولا حاجه. اقول لك الاند برودكت اوف lipid digestion هي ايه؟ الحاجات من تحت لفوق كده المونوجلسايد سواء بيتا 72% او الفا 6% او جليسترول 22%. ها الفوسفوليبيد كلها اتحولت الى لايزو فوسفوليبيد. الكوليستيرول لسه كلها اتحولت الى كوليستيرول بالاضافه للفري فاتي اسيد. بالاضافه للفري ايه؟ فاتي اسيد. صح كلام؟ طب خلي بالك البرودكت اوف دايجيشن دي مقسمها لنوعين.
نؤمن انها ووتر سوليد. نؤمن ايه؟ ان هما على سبيل التحديد الجليسرول الباقي كله من اول الاكسجين ازاي بعمل لهم اكسجين. قال لك الووتر سوليبل سابستنس الجليسرول والشورت تشين فاتي اسيد قال لي سهله جدا جدا جدا. ايزلي ابسوربد فروم انتستن تو ذا بوتال سيركوليشن تو بي ترانسبورتد تو ذا ليفر زي الكربوهيدرات وزي كل الووتر سوليبل سابستنس وزي كل الووتر سوليبل ايه؟ سابستنس زي ما خدنا الجلوكوز بالظبط قبل كده لانهم بيدوبوا في الميه يخشوا من الانتستايدر سيلز ومن الانتستايدر سيلز يخشوا البوتال كابيلاريز ومن البوتال كابيلاريز يوفر ايه؟ الليفر صح؟ طب النوع الثاني بقى الووتر انسوليبل سابستنس. قال لي الووتر انسوليبل سابستنس ابسوربد ان ذا انتستاينال سيلز ان ذا فورم اوف ماي سيلز. يو سو ايه؟ قذائف ماي سيلز ويز هيلب اوف بايل سولتس بمساعده الايه؟ البايل سولتس املاح الايه؟ السفر. قال لك املاح السفر دي بتتكون من جزئين فورم اوف تو بارتس hydrophilic head and the hydrophobic tail. And these five salts surround the lipid in a manner بتحول الدهون بطريقة in which the hydrophobic tail is directed inwards towards the lipid and the hydrophilic head is directed outwards towards the water to form water-soluble micelles which enter into the cell by endocytes. أهو ده أنا عندي الدهون دي ما بتدوبش في المية. لو جيت أدخلها من خلال السيل ميمبرين، السيل ميمبرين بيبقى عليه طبقة من المية تمنع الدهون دي إنها تقرب منه وتخش فيه. عشان كده بنعمل إيه؟ بنجيب البايل سولتس. قال لك البايل سولتس دي بتبقى فيها جزئين. جزء ما بيدوبش في المية زي الدهون بالظبط. هيدروفوبيك بسميه هيدروفوبيك تيل. وجزء تاني بيدوب في المية بسميه هيدروفيليك تيل. هيدروفيليك تيل. أقوم محوط الدهون بحيث إن الهيدروفوبيك تيل بتاع البايل سولتس يبقى ناحية الدهون اللي ما بتدوبش في المية. والهيدروفيليك هيد تبقى ناحية المية من بره. وبالتالي الكومبلكس ده كله على بعضه يدوب ولا ما يدوبش؟ يدوب في المية. وبالتالي يقدر يخش جوه الانتستاين. تعالوا شوف كده. لو ده اليومن بتاع الانتستين وده الانتستينال سيلز نفسها وده البلاد كابيلاريز وده الليمفاتيك كابيلاريز عمليه الدايجيشن بتاع الليمن بتتم في اليومن بتاع الانتستين في اليومن بتاع الايه؟ الانتستين. البرودكت بتاع الدايجيشن كان عندي حاجتين حاجات بتدوب في الميه زي الجليسرول والشورت تشيل فاتي اسيد وحاجات ما بتدوبش في الميه زي المونوجليسايد سواء الفا او بيتا ها واللونج تشين فاتي اسيد واللايزوفوسفوليبيد والكوليستيرول دولت ما بيجيبوش فين؟ في البطن. ازاي نعمل لهم ابسوربشن؟ قال لي ما عندناش مشكله ابدا في الحاجات اللي بتكون في الميه الجليسرول والفري فاتي اسيد. قال لي بيحصلهم ديفيوجن من الانتستاينال سيلز تو ذا بوتال كابيلاريز تو ذا بوتال كابيلاريز تو بي ترانسبورتد تو ذا ليفر تو بي ترانسبورتد like all water soluble substances زي كل الووتر soluble substances. حد عنده قافيه؟ طيب نيجي لاصدقائنا الاولى بقى اللي هم الووتر insoluble substances. بيقول لك هنا بيبقى عندي طبقه من الميه موجوده على سطح الخلايا بتاعت الانتستين. هتمنع الحاجات اللي ما بتدوبش في الميه انها تخش جوه الانتستين. نتغلب على الحكايه دي ازاي؟ ها؟ قال لك نحوطهم ببايل سولت بطريقه ان البايل سولتس دي فورم اوف تو بارتس هيدروفوبيك تيل دايركتد ان ووردز توورز ذا هيدروفوبيك ليبل اند ذا هيدروفيليك هيد دايركتد اوت ووردز ها توورز ذا ووتر تو فور ووتر سوليبل مايسلز which can enter into the intestinal cell by endocytosis. يخش جوه الانتستاينال سيلز باي اندوسايتوز. في اي مشكله في الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ بعد ما يخش جوه الانتستاينال سيلز باي اندوسايتوزس تقوم البايل سولتس دي تدوب مره ثانيه وتخرج بره عشان تعيد امتصاص جزء ثاني من الدهون. تعيد امتصاص جزء ثاني من الدهون. وبالتالي دخلنا دلوقتي جوه الانتستاينال سيلز ايه؟ دخلنا
دخلنا ايه؟ المونو اسايد جليسرول، اللونج شين فاتي اسيد، اللايزوفوسفوليبيد ان، ها؟ كوليستين. حد عمل كده؟ سهل الابسوربشن؟ يبقى اللي موجود في الانترستيلر سيلز ايه دلوقتي يا بجد؟ ايه اللي موجود في الانترستيلر سيلز؟ مونو اسايد جليسرول سواء الفا ال 72% بيتا مونو اسايد جليسرول و 6% الفا مونو اسايد جليسرول، صح؟ 22% جليسرول خلاص دخلوا الغرفة السيركوليشن، معرفش شفت صح كلام؟ لونج تشين فاتي اسيد كوليسترول اند لايزوفوسفوليبيد. ال 6% الفا مونو اسايد جليسرول اول ما يخش جوه الانتستاينال سيلز يحصل لهم ايه؟ هيتكسروا بالانتستاينال لايبيز، هيتكسروا بالانتستاينال ايه؟ لايبيز، صح كلام؟ خلي بالكم من المفاجأة بقى، خلي بالكم من المفاجأة، خلي بالكم من المفاجأة. الحاجات دي النواتج اللي انا عملت لها ابسوربشن، المونوجلسرايد، كوليسترول، اللايزوفوسفوليبيد، اللونج تشين فاتي اسيد، هستخدمهم فور ريسيرس اوف كوليسترول استر، تريجلسرايد اند فوسفوليبيد اجين. ياه حبيب حبيب صحتك بالصبح عمالين نكسر واول ما نخش ها يقول لك بعد ما ندخلهم وتعبنا ونجيب مايسر وتاكسي رايح وتاكسي جاي واول ما دخلنا يقول لك اللايزوفوسفوليبيد والكوليسترول والمونوجلسرايد والبوكي تشيل فاتي اسيد بعد ما دخلوا نستخدمه عشان نصنع كوليسترول استر ترايجلسرايد فوسفوليبيد اجين ما كانوا بره متصنعين. كانوا بره متصنعين بس هم بره متصنعين ما قلتش هتعرف تدخلهم جوه. كانوا بره متصنعين بس هم ماسكين مع بعض بره ما كنتش هتعرف تدخلهم جوه الانترستيلر سيلز. عشان كده اضطرينا ايه؟ ان احنا نفككهم عشان نصغر حجمهم عشان يلاقموا ان يحصل لهم ابسوربشن. بعد ما حصل لهم ابسوربشن خلاص نجمعهم مع بعض عشان نعيد تكوين الدهون مره ثانيه. عشان نعيد تكوين الدهون ايه؟ مره تماما بالظبط زي ما سيادتك كده يعني بعد عمرين طوال جدا 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 اذا حصل اصلا اصلا وهتتجوز وهتروح تشتري اوضه نوم لو حصل هتروح اي معرض مبيع هتلاقي اوضه النوم متفكره وشكلها ظريف وحلوه تاخد اتنين معين هتعجب فيه اوضه النوم وهتشتري اوضه النوم المنصوبه الحلوه الظريفه صح كلام؟ خلاص هتدفع ثمنها وتشتري هل ينفع تفوق بيها بقى؟ ولا تعمل ايه؟ هتفكها صح كلام؟ وبعد كده هتعملها على العربيه بتاعتك تروح تدخلها في الشقه لو كان عندك شقه. خلاص بعد ما دخلتها الشقه هل هتسيبها كده ولا هتركبها؟ هنركبها مره ثانيه عشان نقدر نستخدمها عشان نقدر ايه؟ نستخدمها. مفهوم الفكره يا جماعه؟ يبقى تاني عشان ما تعقدش نفسك. ليه احنا كسرنا وبعدين جمعنا تاني؟ كسرنا عشان نقلل حجمها عشان يلائم عملية الامتصاص، عشان يلائم عملية الامتصاص. خلاص بعد ما امتصينا الليبيدز دي نعيد تركيبها مرة تانية عشان نقدر نستخدمها، عشان نقدر ايه؟ نستخدمها. مفهوم القصة؟ النقطة التانية احنا دلوقتي كل الدهون اللي احنا اكلناها عملنا لها دايجيشن. وبعد ما عملنا لها دايجيشن عملنا لها ابسوربشن ودخلناها جوه الانتستاينال سيلز. وبعد ما عملنا لها ابسوربشن ودخلناها جوه الانتستاينال سيلز جمعناها مره ثانيه عشان نقدر نستخدمها، مظبوط؟ هل الطبيعي ان كل الدهون اللي احنا اكلناها في الاكل بتاعنا تفضل موجوده جوه الانتستاينال سيلز ولا المفروض تتوزع على كل الانسجه اللي في الجسم؟ المفروض تتوزع على كل الانسجه اللي في الجسم. ازاي تتوزع على كل الانسجه اللي في الجسم؟ وسيله المواصلات اللي في الجسم بتاعنا هي البلد. بس هرفع فين ان البلد
90% من الميه، والدهون دي زي ما حضرتك عارفين ما بتذوبش في الميه. ازاي ننقل الدهون اللي ما بتذوبش في الميه في البراد اللي معظمه ميه؟ ها؟ ازاي ننقل الدهون اللي ما بتذوبش في الميه في البراد اللي معظمه ميه؟ ها؟ انا هجيب الدهون اللي ما بتذوبش في الميه دي ونحوطها طبقا بالبروتين عشان نكون لايبوبروتين كومبلكس which is water soluble can be transported in the blood can be transported in the blood. نوع البروتين اللي بتصنع في الانتستين اسمه ايبوبروتين بي 48 اللي بيحوط الليبيد اللي بناكله في الاكل بتاعنا ويمتص في الانتستين ويكون لي اللايبوبروتين اللي اسمه كايلومايكون. الكايلومايكون بعد كده يخرج من الانتستينال سيلز للليمفاتيك كابيلاريز. للليمفاتيك ايه؟ كابيلاريز. ومن الليمفاتيك كابيلاريز يخش البلاد سيركيليشن. يخش البلاد ايه؟ سيركيليشن. مفهوم القصه معاك؟ ازاي بقى نعيد تصنيع الترايجلسايد الفوسفوليبيد والكوليسترول؟ نواتج الدايجيشن اللي احنا عملناها ابسوربشن خلي بالكم كان عندي لونج شين في اسيد المونوجلسايدز اللايزوفوسفوليبيد والكوليسترول. ازاي نحولهم للترايجلسايد وكوليسترول استر وفوسفوليبيد؟ قال لي اول خطوه ان انا عايز اصنع الترايجلسايد. قال لي انا ممكن اصنع الترايجلسايد بطريقتين مختلفه. سهله. قال في كل الاحوال هتجيب الفاتي اسيد وتعمل له اكتيفيشن. اي حاجه عشان نستخدمها ماست بي اكتيفيتد. ماست بي اكتيفيتد. عشان كده الفاتي اسيد عشان استخدمه ماست بي اكتيفيتد. كلكم عارفين ان كل الكربوهيدرات بعمل لها اكتيفيشن ان انا اضيف عليها فوسفين بالانزيم اللي اسمه كايناز. وكل الفاتي اسيد بعمل لها اكتيفيشن ان انا اضيف عليها الكو انزيم A. الكو انزيم A. بالانزيم اللي اسمه سايكاينيز او اسايكو اي سنسيتيز. اسايكو اي سنسيتيز. هجيب ببساطه خالص الفاتي اسيد واجيب الكو انزيم اي ريسيرش. كل اللي بيحصل يا رجاله ان انا اشيل الاتش دي مع الاو اتش دي يبقى جزيء ميه ويتبقى الار سي او يمسك في الاس كو انزيم اي يديني اسايكو اي او فاتي اسيد. اللي ما تنساهوش ابدا ان احنا بنحتاج طاقه. هنحول الاي تي بي الى اي ام بي اند بايوفوسفين وبالتالي عشان تنشط الفاتي اسيد سيادتك بتستهلك 2 هاي انرجي فوسفين. 2 ايه؟ عكس الكربوهيدرات كنا بنحول الاي تي بي الى اي تي بي وبالتالي بتستهلك 1 هاي انرجي فوسفين اونلي. 1 هاي انرجي فوسفين اونلي. يبقى اول خطوه عشان اعيد تصنيع الترايجلسايد ان انا اجيب الفاتي اسيد وانشطه. انشطه يعني اضيف عليه الكوينزايم اي عشان احول الفاتي اسيد الى اسايل كوين. اسايل يعني فاتي اسيد. اسايل يعني ايه؟ فاتي اسيد. اسايل كو اي يعني اكتف فاتي اسيد. اكتف فاتي اسيد. الانزيم اللي يصنع الاسايل كو اي اسميه اسايل كو اي سنسيتيز. هيستهلك طاقه يحول الـ ATP الى AMP and biophosphine. صح كده؟ بعد كده عندي طريقتين عشان اصنع الترايجلسايد. خلي بالكوا بقى اشوف المتاح عندي. انا عندي 72% بيتا مونو اسايل جليسرول. انا عندي يا جماعه 72% بيتا مونو اسايل جليسرول. وحضرتك عايز تعمل ايه؟ تراي اسايل جليسرول. سيادتك عندك ايه؟ مونو. وعايز ايه؟ سيادتك عندك ايه؟ وعايز تحط ايه؟ تحط ايه؟ اثنين. صح. يبقى اول طريقه ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ استريفيكيشن اوف بيتا مونو اسايل جليسرول ويز تو اكتف فاتي اسيد. تجيب البيتا مونو اسايل جليسرول اللي عند حضرتك وتحط عليهم اثنين اكتف فاتي اسيد. يقوم الواحد يبقى ثلاثه وتكون ترايجلسايد. وتكون ايه؟ ترايجلسايد.
يبقى اول طريقه تصنيع التايب الاستاذ يا رجاله سطر واحد ري استريفيكيشن اوف ابسوربر بيتا مونوجلسايد ويز تو اسايد كولين وبالتالي تقول لي ايه؟ تراي جلسايد تراي ايه؟ جلسايد سبب قصه؟ الطريقه الثانيه ان انا اجيب الاكتف جلسترول الاكتف جلسترول اللي هو الجلسترول سيريفوسفين اللي هو الجلسترول ايه؟ يبقى انت جايب الجلسترول لوحده عايز تحوله للتراي جلسايد يعني جلسترول وعليه ثلاثه فاتي اسيد تعمل ايه؟ تحط عليه ثلاثة أسايد كولين. صعب يا جماعة؟ نفهم ورينش خطوات بسيطة. يبقى الطريقة الثانية لتصنيع الطريقة الجلسترول عامل ايه؟ استريفيكيشن اوف جلسترول سيكوسبيت ويز 3 أسايد كولين. 3 يا جماعة؟ أسايد كولين. اهو ري استريفيكيشن اوف جلسترول سيكوسبيت ويز 3 أسايد كولين يديني تراي جلسترول. يديني يا جماعة؟ تراي جلسترول. صح كلام؟ يبقى انا عندي طريقتين لتصنيع الترايجلسترايد في الانتستين. اول طريقه ان انا اجيب البيتا بونو اسايد اللي انا عملت لها ابسوربشن واحط عليها اثنين اكتف فاتي اسيد تديك ترايجلسترايد. الطريقه الثانيه ان انا اجيب الجلسترول لوحده بس خليه اكتف يبقى جلسترول 3 فوسفين واحط عليه ثلاثه فاتي اسيد خلاص من الاول بس لازم برضه يكونوا ايه؟ اكتف. يبقى اعمل ري استريفيكيشن اوف جلسترول سيكوسفين ويز 3 اسايد كوين يديني تراي جلسترول. النقطه المهمه للي ضايع هتجيب الجلسترول سيكوسفين ده منين؟ دي اخر حاجه بقولها ودي مهمه جدا. جلسترول سيكوسفين ده هيجي منين؟ قال عندي مصدرين للجلسترول سيكوسفين ايضا انك تجيب الجلسترول نفسه وتحط عليه فوسفين بالكاينيز بالانزيم اللي اسمه جلسترول كاينيز يقوم عطى لك ايه؟ جلسترول 3 فوسفين. قال يا دكتور الانتستين ما فيش فيها جلسترول كاينيز. في الجلوكونيوجينيسيس في الجلوكونيوجينيسيس اللي احنا خدناها في الكربوهيدرات قالوا لنا الجلسترول كاينيز دوت موجود مينلي في الليفر وفي الكيدني وكان يبقى الى الغايه في الانتستين ومش موجود في الادبوس تيشو خالص. عشان كده كل الجلسترول اللي بيطلع في الادبوس تيشو من اللايبولاسيس ما بيستخدمش في الادبوس تيشو. وبيخرج للبلط عشان يروح الليفر والكيدني ويتحول لجلوكوز. ويتحول لايه؟ لجلوكوز. عشان كده ده مايكرو باسورد. يبقى اول حاجه الجلسترول از درايفد فروم اول حاجه من الجلسترول باي جلسترول كاينيز. بس بيقول لك موجود فين؟ في الليفر والكيدني. وسمول ديجري فين؟ في سمول انتست ما يكفيهاش. لما اقول لك سمول ديجري ده ايه؟ ما يكفيهاش. ومش موجود خالص في الادبوس تيشو. مش موجود خالص في ايه؟ في الادبوس تيشو. يبقى ده ماينور باسوي. انما المصدر الاساسي للجلسترول 3 فوسفين في الادبوس تيشو هو ها؟ الجلوكوز. بالجلايكوز يديني داي هيدروكسي اسيتون فوسفين. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفين لو سيادتك عملت له ريدكشن يديني جلسترول 3 فوسفين يديني جلسترول ايه؟ 3 فوسفين. سؤال في غايه الاهميه. الميجور سورس اوف جلسترول 3 فوسفين ان انتستين اند اديبوس تيشو هو الجلوكوز. بالجلايكولز يديني داي هيدروكسي اسيتون فوسفين اللي يحصل له ريدكشن يديني جلسترول 3 فوسفين وده عكس المعادله اللي موجوده في الجلوكونيوجينيسيس. في الجلوكونيوجينيسيس كان الجلسترول يتحول لداي هيدروكسي اسيتون فوسفين اللي يتحول لجلوكوز. تاني يا جماعه المعادله اللي موجوده في الجلوكونيوجينيسيس كان الجلسترول يتحول لداي هيدروكسي اسيتون فوسفين اللي يتحول لجلوكوز اللي يتحول الى جلوكوز. احنا هنا بنعمل ايه؟ العكس. انا بجيب الداي هيدروكسي اسيتون فوسفين من الجلايكولز احوله الى جلسترول 3 فوسفين عشان اكون ترايجلسترايد. عشان اكون ايه؟ ترايجلسترايد. ده الميجور سورس اوف جلسترول 3 فوسفين ان انتستين. جلسترول 3 فوسفين انتستين. ان سمري ممكن اصنع الترايجلسترايد في الانتستين بطريقتين.
أول حاجة re-esterification of absorbed beta monoglyceride with 2-acyl-CoA or re-esterification of glycerol-3-phosphate with 3-acyl-CoA. It can mean the source of glycerol-3-phosphate in the intestine either from glycerol by glycerokinase enzyme اللي موجود مين في الليفر والكيدني but in small amount in intestine and absent in and postition. عشان كده الميجور سورس هو الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت فروم جلوكوز باي جلايكوز فروم جلوكوز باي جلايكوز. حسنا الفوسفوليبيد والكوليسترول استر فروم لايزو فوسفوليبيد and الري كوليسترول باي ري استرفيكيشن ويز اسايلوين. عشان اصنع الفوسفوليبيد اجيب اللايزو فوسفوليبيد اللي انا عملته ابسط واحط عليه فاتي اسيد. عشان اصنع الكوليسترول الاستر اجيب الكوليسترول اللي انا عملت له ابسوربشن واحط عليه الفاتي اسيد. كمل مره جايه ان شاء الله.